انا موجود معاكم في ارض رمليه، ارض يعني تعتبر من اسوأ الاراضي اللي احنا ممكن نتخيل ان احنا ممكن نزرعها او ناخد منها انتاج. طبعا ده بينعكس على نوعيه المياه اللي موجوده في المكان ده. مياه الابار بتبقى نسبه الملوحه مرتفعه فيها، بتسبب مشاكل في المحصول، لكن الفلاح المصري عنده عزيمه وعنده اصرار. طب الاول انا بشكرك على المجهود اللي انت بتقوم بيه ده. الله يخليك يا باشمهندس. اسمك ايه؟ يسر سعد عبد الحميد. انت منين اساسا بقى؟ اساسا من كفر الشيخ. من كفر الشيخ، وايه يعني سبت بلدك والاراضي اللي تربتها خصبه وبتزرع هنا؟ عشان اكل العيش. انا اكل العيش. التربه هنا مختلفه تماما، اخبارها ايه معاك في الزراعه؟ والله التربه بس نسبه الملوحه عاليه. نسبه الملوحه عاليه جامد. اثرت على الزرع معاك؟ اثرت مع الزرع. وبعدين ايه المشاكل بقى اللي كانت بتصحل تحصل عندك؟ نقص في الزراعه، اصفرار في الزراعه، وزراعه ما بتجيبش. جبت جهاز. جبت جهاز. مين اللي قال لك عليه؟ عرفته ازاي؟ ده ابن عمي واخد منه. جرب الجهاز. طيب لو جينا نتكلم على تركيب الجهاز، انت بقالك قد ايه مركبه هنا في الارض؟ بقالي 4 شهور. 4 شهور. في خلال الاربع شهور دول انت كان اول ما ركبته كانت الارض فيها محصول ولا كانت فاضيه؟ لا كانت فاضيه. كانت فاضيه. الزرعه اللي قبل تركيب الجهاز كنت زرع ايه قبله؟ لا ما زرعتش هنا. اول زرعه ليك هنا؟ لما جيت هنا نسبه الملوحه عرفت من ان هي مرتفعه من الارض. ما حسب الارض. ما حللتهاش؟ انا همحل الارض 20,000. نسبه التربه 20,000 بالتربه. بالتربه. طيب يعني انا لو جيت ده المنتج اللي موجود عندي في ارض نسبه الملوحه في التربه 20,000، يعني انا شايف المنتج بمواصفاته وريحته من اول ما ابتديت الزراعه. احكي لي بقى ايه اللي انت شفته كفلاح، لان انت اشتغلت في الاراضي القديمه فانت عندك خبره. لا الارض هنا صعب، وانا استعملت كيسه ملوحه عاليه يعني معالج ملوحه ايام، والاخر خدت الجهاز ده والله الحمد لله يعني عدانا ربنا منها يعني. بس هو مساحه قد ايه عندك؟ 15 فدان. 15 فدان. زرعهم ايه بقى كلهم؟ كنتالوب وبطيخ. كنتالوب وبطيخ. والبطيخ كان اخباره ايه معاك؟ الحمد لله قلت لي بعته وخلاص. الحمد لله ما بس كان نصير. انتاجه كويس. هو كان انتاجه كويس بس ايه هي الارض صعب. صعبه جامد يعني. الحمد لله احنا طلعنا منها. بس الحمد لله الموسم عدى معاك. الحمد لله. الجهاز ما ساعدكش ان انت ساعد 100% عن الاول، بس برضو الواحد يدور على ارض احسن من كده. انت مأجر هنا؟ مأجر، مش ارض ملك. مش حاسس ان انت ممكن بعد كده لو انت استخدمت الجهاز ده هيفرق معاك، لان انت مأجر بسعر اقل من الاراضي الخصبه. فانت لما تركب الجهاز وتزرع هنا مش حاسس ان ممكن يعوض معاك الجهاز؟ يا باشمهندس احنا برضو في ارض نسبه الملوحه عاليه بتاعت الابيار، ممكن استعمل الجهاز عليه وما استعملش جهاز على ملوحه 20,000 برضو. يعني 20,000 هنا جامد. هي لو 5,000 ممكن الجهاز يقاوم اكتر من كده، يجيب زراعه اكتر من كده، بس 20,000 يامي والجهاز حلو معاي، ما حطيتش اي معالج ملوحه. ما استخدمتش معالج ملوحه بدل ما جبته خالص من يوم ما جبته، والحمد لله ربنا رضاني. والحمد لله دايما يعني. ربنا يرضيك، لان لكل مجتهد نصيب، واحنا عارفين يعني انت بتشتغل في الخير في الانتاج ده الامن القومي الغذائي. الحمد لله. الحمد لله. يعني الجهاز قاوم معايا يعني احسن من معالج الملوحه، بس برضو في الاراضي صعب. اراضي هنا صعب 20,000 درجه الملوحه في التربه هي صعبه. وانا ابتديت الفقره دي وانا ماسك التربه هنا، لان انا قاعد في مكان تربه رمليه، وكمان انا شايف ان هي فيها نسبه صخور جامده، يعني حتى وانت بتحرتها بتبقى فيها صعوبه. تربه صماء شويه. تربه ما يعتبر ما بتشربش ميه عموما يعني، حتى لو فيها بتشرب ميه كانت هتعالج ملوحه نسبه اكتر من كده. مياه ضعيفة، صعب تستغبر مي. يعني كل التحديات كانت قدامنا. بنتكلم على تربة نسبة الملوحة فيها بتصل لعشرين ألف، نسبة الملوحة مرتفعة في المياه هو محللهاش بالظبط، لكن تربة صماء. لكن في النهاية بعد ما ابتدى يستخدم العلم ويستخدم معالج المياه المغناطيسي، شايفين ان احنا بيقول ربنا رضاني.